على إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. استغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا قلنا إن العرض على الله جل جلاله في كل يوم مرتين والسنة 360، فكم مرة يعرض عملك على الله خلال السنة؟ إذا كان كل يوم مرتين و360 يوما في العام، فمعنى ذلك أنه 720 مرة غير عرض الأسبوع.